نحن نعلم كمثال، وكل المسلمين يعلمون بذلك للروايات المتواترة الكثيرة، أنه سيأتي الإمام أرواح العالمين فداه ويبسط العدالة المطلقة على وجه البسيطة. هذا نعلمه، هذا من بديهيات الإسلام. ولكن هل نبحث أنه الإمام أرواح العالمين فداه كيف يبسط العدالة؟ بعض الشيء ذكر في الروايات الشريفة، نتعمق في هذه الروايات الشريفة، عظيم، ولكن كثير من الأشياء خافية علينا، لا نعرف كيف يبسط العدالة. هذا الشيء الذي ما حصل على وجه البسيطة ولا مرة واحدة، وما تمكن، لا أقول لضعف في القدرة، لعدم القابلية، ما تمكن حتى الأنبياء أن يحققوه، أن يبسطوا العدالة على وجه البسيطة. حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ما تمكن، لا أقول ما تمكن لأنه ما كانت عنده القدرة، لا، القدرة كانت موجودة عنده، الأرضية ما كانت مهيئة. هذا الشيء كيف يحققه الإمام أرواح العالمين فداه؟ لا أعلم. يرتبط بي أن أبحث كيف يحققه زيادة على ما ورد في الرواية الشريفة؟ لا، سيأتي الإمام ويحققه.